وسهلا بحضرتك من جديد. ورجعنا بقى معانا ضيفتنا الجميلة الدكتورة سماح التوني المرشحة على مقعد شباب محامين حلوان. وطبعا احنا كنا لسه بنتكلم في دور المرأة وفعاليته في نقابة المحامين وفي الانتخابات، فمحتاجين بقى هي تقول لنا تعرفنا مين هي الدكتورة سماح التوني المرشحة عن مقعد شباب محامين حلوان. اتفضل. اهلا بحضرتك الاول، واهلا أهلا بالدكتور بحضرتك. واهلا بالساده المشاهدين. انا اسمي سماح التوني شنوده، من مواليد المعصره حلوان، دايرتي هي حلوان. تعلمت المحاماه خريجه جامعه القاهره، درست الدراسات العليا وخلصتها، وبعد كده احببت مهنه المحاماه، وده كان بدافع والدي. والدي هو اللي شجعني جدا، واساتذتي بقى الكبار اولهم بالاستاذ موريس ميشيل اندراوس، وده المكتب اللي انا تدربت لدى المكتب دوت. واخويا برضو حب المحاماه وبرضو اصبح هو كمان محامي. وبعد كده اساتذتي بقى الكبار الاستاذ عبد النبي اسماعيل والاستاذ مصطفى اسماعيل برضو كانوا بيدعموني ولا زالوا هم فعلا بيدعموني. انا مؤمنه جدا بالمحاماه جدا، لاني بحب مهنه المحاماه. انا بحب شخصية المرأة الجريئة جدا. أنا بحب المرأة عموما، المرأة العاملة والمرأة المهنية، خاصة في مهنة عريقة زي مهنة المحاماة، وتكون فيها سيدة أو امرأة، سواء شابة أو أنسة أو متزوجة أو أيا كانت، لأن المرأة بتحمل أحمال كبيرة وعاطف كبير على عائلها، سواء في البيت سواء في العمل. فطبعا حضرتك باعتبارك شابة ومرشحة نفسك على عضوية مقعد شباب حلوان، حضرتك شايفة إيه؟ هل هتقدري تستطيعي إنك تختمي أو تحوزي على هذا المقعد؟ ونسبة التصويت الخاصة بالشباب هل هيكون أعلى، ولا نسبة المرأة هيكون أعلى؟ من وجهة نظرك إزاي الأمور هتتم؟ من وجهة نظري إن الشباب أكيد طبعا ليهم دور، ولكن كل زملاء المحامين من اوائل شيوخ المحامين لحد المحامين اللي هم المحامين المبتدئين، انا ليا علاقه بكل المحامين تقريبا، اللي هم المحامين الكبار والمحامين اللي هم الشباب. انا مؤمنه ان كل الطوائف المحامين المفروض او هم اصلا هيشاركوا في الانتخابات، لان ده طبعا تطور لينا وتطور للنقابه. بمعنى ان احنا مثلا كنقابه فرعيه نامل في حاجات كتير قوي المفروض ان احنا نحققها، المفروض ان احنا في حاجات كتير قوي قوي المحامي اصبح دلوقتي ضغوط الحياه، وفي حاجات كتير قوي المحامي الشاب طالبها. فهو ده املنا في الانتخابات، واملنا ان كل من هو محامي هيبقى موجود في الانتخابات. كلميني بقى عن البرنامج الانتخابي بتاعك، وازاي حطيتيه، وايه معاييره، وايه اللي تقدري تقدميه لشباب المحامين اللي انت طبعا منهم ومتحمسه لهم وعايزه تقدمي لهم كل حاجه. قولي لي بقى البرنامج بتاعك ايه؟ برنامج الانتخابي اولا للمحامين المبتدئين، لان انا يعني ايه دول اكتر اللي هم الشباب المحامين المبتدئين اللي هم بيعانوا في بدايه المهنه. بمعنى ان هو بيبقى راتبه قليل جدا من المكتب اللي هو بيتدرب معاه، بيبقى عليه عبء جميع كتير جدا، بيخرج من الجامعه في حاجات كتير قوي في العمل غير الدراسه طبعا. فانا من خلال البرنامج الانتخابي اولا دور المحامي الشاب دوت لازم يكون في ربط بينه وبين النقابه، بمعنى توفير كتيبات لي، توفير مكتبه للمحامي المبتدئ، لجنه اسمها لجنه الازمات، لجنه الازمات دي تكون موجوده بحيث ان احنا ندي راتب على الاقل، لو راتب رمزي او مكافاه شهريه للمحامي المبتدئ. يعني حضرتك كده عايزه تقول لنا ان احنا ان شاء الله اذا توليتي منصب هتسعي ان شاء الله ليكون للنقابه، سواء بالتنسيق مع النقابة الفرعية اللي حضرتك هتكوني فيها والنقابة العامة، اللي هو المحامي اللي لسه مبتدئ، اللي خلاص اتخرج وابتدى اللي هو يسعى، تمام، اللي هو ياخد على الأقل أجر رمزي من النقابة كدعم لي، بجانب الأجر اللي هو بياخده أو المكافأة اللي هو بياخدها من المكتب. طبعا طبعا طبعا. كمان يبقى فيه زي ورش عمل، ورش عمل اللي هو بينزل يتدرب، حتى لو هو يعني ينزل يتدرب في المكاتب الكبيرة، اللي هو مثلا هو تدرب عند الأستاذة سماح،
محاضرة عند الأستاذة سماح في مجال معين، بتشتغل في نوع معين من القضايا، القضايا المدنية، ولكن لو راح في مكتب الأستاذ فلان هيلاقي إن هو بيشتغل في شغل الجنايات، فيبتدي يستفيد من المكتب التاني وهكذا. حضرتك متخصصة في إيه بقى؟ أنا اشتغلت كافة القضايا، اشتغلت القضايا الجنائية، اشتغلت القضايا المدنية، ولكن بختص بقضايا الأسرة والخاصة بالأقباط، أو بالتحديد طلاق الأقباط، لاني تعلمت من استاذي، يعني استاذي كان بارع جدا في الجزء ده فتعلمت منه. طب خليني اسالك بقى يا استاذه سماح، يعني هو معهد المحاماه مش بيافي بالغرض اللي حضرتك كنت بتتكلم فيه دلوقتي بخصوص تدريب المحامي المبتدئ؟ لا، هو بصي هو بيفي بالغرض ولكن مش على القدر الكافي، بمعنى ان هو كمعهد محاماه هو كويس جدا ان هو بيعلم المحامي اساسيات المهنه، بيعلم المحامي كيفيه الترافع، ولكن هو ينقصه حاجه هنقول ان هي حاجه بسيطه جدا، اللي هو العملي، اللي هو العملي، اللي هو الورشه العمليه، التدريب العملي، ان هو ينزل المحامي للمحكمه يشوف الترافع ازاي امام المحكمه، يشوف المعامله ازاي مع الموظف اللي في المحكمه، يشوف رفع الدعوة ازاي، اجراءات رفع الدعوة ازاي. حضرتك رجعنا كده نقطة مهمة حضرتك اتكلمتي فيها، اللي هو انا متخصصة برفع الدعوة الخاصة بالاقباط. التخصص ده حضرتك شايفة ليها اهمية ولا المشاكل اللي بتمر فيها فعلا الاقباط من ناحية الجواز والطلاق والحاجات دي، فعلا في صعوبة بموضوع الطلاق الخاص بالاقباط، حضرتك انت شايفة يعني ايه اللي حببك؟ اللي حببني ان اولا طلاق الاقباط هو نوع معين من القضايا اللي هي اصبحت كتير جدا، وخليني اقول لحضرتك ان برضو قسيمه الزواج القبطيه ليها شقين، اللي هو الشق المدني والشق الكنسي. فطبيعي ان انا عشان يعني اعمل قضيه الطلاق دي او اخلص قضيه الطلاق بالمعنى المفهوم، ان انا بخلص يعني بخلص القضيه ديت بناء على ان انا بخلص الجزء المدني وبروح برضو للشق الكنسي. تمام، ولكن المشكله اني بقت نسب القضايا الطلاق دي عاليه، ولكن هي ليها نظام معين في العمل يعني. طب خلينا بقى نتكلم، يعني ده هيبقى حلقه لوحده ان شاء الله، تشرفنا فيها تاني الموضوع ده. ولكن نرجع بقى لدور النقابه، وايه اللي ممكن تقدميه للمحامي الشاب ان شاء الله بعد نجاحك بتولي منصب نقيب شباب حلوان؟ ايه اللي ممكن تقدميه بقى لشباب حلوان والدور اللي هتقومي بيه كنقيب؟ ولو حصل لاي محامي شاب او مبتدئ مشكله، دور النقيب هنا بيبقى ايه؟ دور النقيب الفرعي مش النقيب العام، بمعنى ان انا دلوقتي معايا مشكله في قسم شرطه، في محكمه، في اي مكان بمناسبه شغلي طبعا، يعني مش موضوع شخصي، نقيبي هنا دوره ايه؟ وامتى اقدر اتصل بيه واقول له يا نقيبي الحقني، او انا اتصرف ازاي؟ لان طبعا الشباب قلنا فيه طبعا رعونه وتسرع، فازاي اخلي الشباب عنده ضبط نفس، معايير، امتى يعرف يتعامل مع نقابته، نقابته تتدخل. محتاجين بقى نسمع خطتك في القصه دي، بما ان الشباب هو اكثر اولوياتك لانك منهم، انت نقابهم. اكيد. اتفضلي. بصي حضرتك، هو احنا يعني من خلال برضو برنامج الانتخاب ان في بروتوكول بين النقابه اللي هيبقى بين النقابه الفرعيه وبين الاقسام وبين المحاكم وبين كل الجهات اللي بتعمل معاها المحامي. من خلال البروتوكول ده هيحصل ربط، طبعا انا كنقيب شباب هيبقى في تواصل بيني وبين المحامين الشباب، ما هو انا اصلا واحده منهم. فيبقى في تواصل بيني وبينهم. هنفترض ان في حد عنده مشكله معينه، طبعا هو يعني هيبقى التواصل باذن الله هيبقى سهل جدا ان هو يكلمني، وانا على طول هتحرك، لان طبعا انا كشاب حتى قبل المحامي يعني كمحاميه حتى وانا مبتدئه كان بيبقى عندي صعوبه ان انا عندي مشكله لازم اتصل باستاذي واقول له انا عندي مشكله كبيره. لا، دلوقتي عشان اتصل بالنقابه هتبقى ده حاجه كويسه جدا، اتصل بالنقيب بتاعي واقول له ايوه انا عندي مشكله في المكان ده، جايز اكون انا المشكله من عندي، يعني المشكله نفسها مش في المكان يعني، بس ايه، بس هو لما هيكون متواجد هيفهمني، يعني حتى لو انا المشكله دي يعني حتى المشكله دي فيها رعونه من جهتي انا مثلا، فده معناه ان هو حتى هيفهمني ان لا ما كانش المفروض ان يبقى في حاجه كده، هيحتوي الموقف، او لو انا يعني لو انا مش مخطئه لا هيوقف معايا وهيقول لي لا الاتجاه ان انا عشان يعني اخد حقي في الموضوع ده واحد واثنين وثلاثه وتمشي خطوات كذا وكذا وكذا، يمشي اجراءات رسميه وخطوات قانونيه، خطوات قانونيه، بحيث ان انا اقدر برضه اخد حقي كمحامي، وفي نفس الوقت ابقى انا فهمت برضه من النقيب بتاعي انا المفروض اعمل ايه.
حضرتك بقى كامرأة أو كآتسة أو كحواء عموما يعني حواء حلو حواء شايفة أن المرأة داخل نقابة المحامين وحضرتك سيدة طبعا عاملة أو مهنية واخدة حقها في تولي المناصب القيادية الموجودة، الكوتة التصويتية بتاعتها تؤهلها فعلا اللي هي اكتساب المعركة أو المعارك الانتخابية اللي هي داخلة فيها، كونها في مهنة عريقة قادرة اللي هي تثبت نفسها في مهنة المحاماة؟ هو دلوقتي في ظل عهد فخامة الرئيس هنقول ان المرأة حصلت على حقها فعلا، لان دلوقتي بقت في البرلمان بتمثل اكتر من 26%. 26% دلوقتي هي حصلت على حقها، ولكن احنا برضو عندنا امل ان هي تحصل على حقها اكبر. يعني هي دلوقتي كده خلاص بقى نبص وتبص هي دخلت في مجالات كتير جدا، يعني في القضاء وفي كل مناحي الحياه يعني. ولكن خلينا نقول ان برضو المحاميه محتاجه برضو ان هي تبقى مفعله اكتر، او محتاجه ان هي تكون في عدد من المحاميات كبير. يعني احنا هنبص هنلاقي في اسامي كبيره جدا من المحاميات، اسامي كبيره قدرت تثبت نفسها في المجال دوت، وهو ده اللي انا حابه جدا ان هو يكون موجود. يعني حابه حتى المحامين المبتدئين ان هم يكونوا حابين المهنه جدا. يعني انا حابه فعلا ان انا اكون لا محاميه كبيره ومحاميه ناجحه وليا اسمي، لا انا حابه ان حتى المحاميات الشباب يكونوا كده، لان ده دور المرأة. هل النقابه هي مدياكم يعني الحقوق بتاعتكم والواجبات وموفره لكم الحمايه الخاصه بيكم والرعايه الخاصه بيكم، ولا شايفه ان في تقصير داخل النقابه في ذلك؟ هو هنقدر نقول ان هي مديانه حقوقنا، ولكن احنا بنطمح في اكتر من كده. بمعنى محتاجه ايه من النقابه بتاعتك كاستاذه طبعا محاميه وكنقيب بقى للشباب؟ يعني محتاجه ايه من النقابه؟ محتاجه ان انا كمحامي لسه مبتدئ محتاجه اني ادخل في مشروع العلاج، لان احنا كنقابه يعني كشباب اللي هو فتره التدريب اللي هم سنتين التدريب للمحامي، المحامي مبقاش في على مشروع العلاج اصلا. فانا حابه اني لا انا كمحامي بمجرد اصدار كارنيه المحاميه انا اكون على مشروع العلاج برضو، لان انا محاميه وحق اكون متواجده كده. حابه ان انا كمحاميه يبقى في اشوف من خلال ورش العمل ان في محاميات كتير قوي هتقدر تطلع وتثبت نفسها. ما هو الدور دلوقتي المراه نصف المجتمع، يعني المراه والرجل، فاحنا عاوزين برضو ان المراه تكون موجوده في النقابه يعني موجوده اكتر من كده. شايفه في تهميش لدور المراه في نقابه المحامين وفي العمل النقابي تحديدا؟ انا مش بتكلم في العمل المهني، العمل المهني هي مستشاره وبتقوم بمهامها وواجباتها، ولكن في العمل النقابي في تهميش وفي يعني ضغط على المحاميات عشان يتجنبوا العمل النقابي؟ لا، هو مش تهميش، ولكن هي المحاميه الانثى خلينا اقول لحضرتك ان برضو بتكون ايه، يعني حتى في البدايات بيبقى ايه، خلينا اقول ان الجرأه قليله شويه، التعامل مع الموظف بيكون بداياته صعب شويه. ده راجع لايه بقى؟ ده راجع لشخصيه المحامي، لان انا مؤمنه ان الست بكيانها، الست كانثى هي شخصيه قويه. مبدأ بقى ان هي شخصية خليني اقول كمحامية مثلا مبتدئة ان هي في حاجات صعوبات بتقابلها، فده معناه ان هو بس يعني خلينا نقول بس هو مجرد تدريب ليها. يعني مع التدريب هي هترجع لطبيعتها، لان هي طبيعتها اصلا قوية. باعتبارك مهنية وشغلة في المهنة، هل منظور الناس في الواقع وفي الخارج للمحامية ومدى يعني نقول ايه مدى قدر يعني فرصتهم او فرصه المحاميه في اكتساب القضايا دي اول حاجه، تاني حاجه في اكتساب الموكل نفسه، يعني اقناع مدى قدرتها على اقناع الموكل او الشخص اللي هو عايز يرفع دعوه بيها، هل ده بيرجع للسمات الشخصيه الخاصه بيها؟ دي نقطه. ولا هل بترجع لثقافه الموكل؟ لأن بدل ما اروح من سيده محاميه ما انا اروح للمحامي، خاصه في قضايا الجنايات مثلا. هل حضرتك شايفه ده راجع لايه؟ هل المنظور اتغير دلوقتي؟ ممكن مبقاش اصبح في فرق بين محامي ومحاميه، ولا لسه في اعتقاد الناس ان المحامي افضل من المحاميه في النقطه دي؟
لا، هو في، هو على حسب الثقافه، بمعنى يعني في في طبقه معينه بتعتقد ان لا، الست طالما اثبتت نفسها فهي كمحاميه او في اي مجال طالما اثبتت نفسها يبقى ما فيش مشكله خالص، يبقى انا كموكل مثلا هروح لها ما فيش مشكله. ولكن خليني اقول لحضرتك برضو ان هو يعني كل شيء بيخضع للتجربه، بمعنى يعني كموكل في البدايه عشان يروح لمحاميه لو اثبتت نفسها او اثبتت نجاحها هو نفسه بيكمل معاها، وده حصل معايا انا شخصيا في نوع معين من القضايا. جالي موكل وكان بيقول ان انا انثى، فلا يعني هو يروح لمحامي راجل، فلما كسبت يعني حصلت الحمد لله ان انا كسبت القضيه بتاعته بقى موكل عندي للحظه دي يعني. طب كلمينا بقى على دور لجنه الحريات ولجنه المراه داخل نقابه المحامين، وايه دور النقابه الفرعيه في اللجان دي؟ هل ليها لجان منفصله ولا هي كلها بتصب في الاخر في النقابه العامه للمحامين؟ وهل ليها دور اساسي؟ يعني حضرتك شايفه ان لجنه المراه فعلا محققه للمراه وجودها لجنة الحريات محققة، وانت لو اصبحتي نقيبة ايه هي اللجنة اللي حضرتك تقترحيها؟ هي لجنة المرأة ليها دور. اللجنة بقى اللي انا اقترحها تكون خاصة بالمرأة، اللي هي يعني هنقول زي ما انا قلت لحضرتك كده في البداية ان احنا نعمل ورش عمل للمحامية الشابة او للمحامية المرأة. ده خلينا بقى نجمع بقى من طب ايه بقى دور المرأة؟ انا عايزة اشوفه يعني نتكلم عنه تفصيلا كده مش اجمالا. ايه دور المرأة وايه دور لجنة المرأة؟ مفعل ازاي؟ مفعل ازاي؟ مفعل ان هم يعني هنقول ان اي يعني في حاله حصول اي مشكله مع اي يعني خليني اقول محاميه، لا فعلا بيتم التواصل معاها، ده عن تجربه. خليني اقول لحضرتك برضو ان اللجان ديت موجوده وفعاله، ولكن احنا عاوزين اكثر فعاليه، لان انا كمحاميه انا عايزه المراه تكون اكثر، يعني انا حابه تواجد المراه اكثر، انا حابه فعاليه انا حابه فعاليه اكثر. يبقى اذا لابد من ضروره خط ساخن موجود داخل كل نقابه فعلا فرعيه. فعلا الخط الساخن ده خاص بكل محامي او محاميه في حال حدوث لا قدر الله اي ازمه او اي مشكله في الاسم او في اي وزاره حكوميه بيتعرض فيها او حتى شركه او ايا كان، يتصل بالنقيب بتاعه فورا. نصيحتك ايه بقى للشباب جوه الدايره بتاعتك او دايره حلوان وهم بيدلوا باصواتهم؟ اعمل ايه؟ ايه معياري؟ ايه معيار اختيار النقيب؟ ايه معيار اختيار الاعضاء؟ هصوت ازاي داخل الصناديق؟ امتى اختار نقيب بمعايير ثابته تخليني بعد كده اقول انا احسنت الاختيار؟ امتى اختار اعضاء يبقوا موجودين لصالحي ولمصلحتي داخل الدايره اللي انا موجود فيها؟ هو انا في البدايه عشان اقول اختار النقيب، انا بختار النقيب على حسب اللي انا شايفه، يعني انا شايف اعمال الشخص ده ايه، العطاء اللي هو قدمه للنقابه ايه. ما هو النقيب ده شخص كان موجود معانا، شخص كان محامي متواجد معايا، انا اشوف هو قدرته على العطاء قد ايه، هيقدر يديني انا كمحامي لسه مبتدئ ولا لا، هيقدر يقدم لي خدمات ولا لا. ما هو دوره دور خدمي، هو لازم يكون قادر ان هو يخدمني كمحامي، قادر ان هو يقف جنبي، انا دلوقتي قادر ان هو يقف كمان في موضوع معاش المحامي، يعني ما ينفعش يكون محامي كبير سنا جدا وعايش في مستوى معين ولكن بعد ما يخرج معاش لنفسه يعني بيحصل على معاش ضئيل، طبعا ده هينقله من مستوى معيشه لمستوى معيشه تاني، لا المفروض ان هو حتى لما يكبر يكون عايش في مستوى كويس، مستوى على درجه ان هو محامي وشخص فنى عمره في المهنه فعلا. طب ايه رايك بقى وان اسره المحاميه لا تستحق المعاش زي اسره المحامي؟ ايه تعليق على النقطه دي؟ لا، هي اسره المحاميه لا تستحق المعاش، وكمان اسره المحاميه مش بتدخل في مشروع العلاج، ده كمان برضو ديت اضافه تانية، ده من ضمن يبقى بالنادي من هذا المنبر، ده بالنادي فعلا بكده، من ضروره وجود معاش خاص للمحاميه واسرتها مثلها مثل المحامي، ونفعل دور المحاميه داخل النقابه من تولي المناصب القياديه الموجوده داخل النقابه، ودور الشباب لازم احنا نراعي الشباب اللي موجود في داخل كل نقابه فعلا. فرعيه حضرتك ذكرت ان احنا ممكن نعمل ورش عمل لكل شاب طبعا، او بمعنى صح لمجموعه الشباب، ندربهم ازاي انا اروح اقدر اكتب مذكره، اقدر اترافع ازاي، اكتب عريض الدعوه،
ازاي يتقابل مع المواكل، لان المواكل نفسه ليه ثقافه في المقابله الخاصه بينك، ازاي اقنعه بيا كشاب وانا لسه شاب لسه موجود وطالع، واتعامل معاه ازاي؟ طب حضرتك طبعا شايفه ان الموضوع ده لازم يتم مع حضرتك طبعًا في اثناء توليك ان شاء الله. طبعا طبعا طبعا. طب نصيحتك بقى للمحامي بقى اللي هو رايح يدلي بقى في صوته، تقدري تقولي له ايه؟ اقول له ان هو يختار، ما يختارش اي يعني ما يختارش المرشح على اساس ان انا المعرفه او على اساس الشهره او على اساس اي حاجه، على اساس ان الشخص ده يقدر يخدمني في المكان ده ولا لا. بس على اساس ان هو يقدر هيديني ولا لا، هيقدر يعمل لي الخدمه اللي انا عاوزها ولا لا. طيب ما هو الشباب برضو يعني لسه حديث العهد بالمهنه، فمش مش هيحسن الاختيار، ما يعرفش مين احسن من مين، مين بيفضل مين على مين، نحسبها له ازاي؟ نحط له معيار يمشي عليه ازاي؟ نعمله نحط له كده يعني طريق كده يمشي عليه، يقول اقدر افاضل ما بين لا ده احسن من ده عشان كذا. ايه المعايير اللي الشاب وهو لسه حديث العهد من المهنه يقدر يحطها قدامه وهو بيختار نقيب شباب، عضو شباب او نقيب للفرعيه؟ علشان يقدر يختار هو المحامي المبتدئ أساساً بيكون موجود متواجد مع الزملاء، بيشوف هو بيتعامل مع مين، بيتعامل مع الزملاء دول ولا لا، بيشوف هو تاريخ المرشح ده ايه، تاريخه اللي فات ايه، هل هو فعلا قادر على العطاء ولا لا، هل لما بتحصل مشكله للزملاء بيشارك معاهم ولا لا. ما هو ممكن يكون مرشح وملوش علاقه باي زملاء، ما بي يعني مش مجامل، ما بيدخلش في اي مشكله تخص زميل. يعني انا اقول ان استاذي في مره من المرات كانت حصلت مشكله خاصه بزميل، ففوجئت ان هو لا احنا كلنا هنتصل ببعض، وفوجئت بعدد من المحامين كلها، وما كانتش مشكله، هي كانت يعني حاجه خاصه بيه، ظرف مرضي يعني. فلقيت كل المحامين الكبار على اختلافهم كلهم وقفوا مع الزميل لحد ما يعني لحد ما تمثل الشفاء يعني. فده معناه ده بقى هو المحامي المبتدئ لازم يشوف كده، يشوف هو هل هو عنده تاريخ في الكلام ده ولا لا، هل هو يقدر يخدم زمايله ولا لا، هل هو يقدر، هل هو لما بينزل دلوقتي يديني البرنامج بتاعه الانتخابي ده، انا لو سالته طب انت هتعمل لي ايه، هل انت هتقدر تدخلني في المشروع العلاج مثلا، هل انت هتقدر تفيدني كمحامي مبتدئ؟ شعارات كذابه يعني ولا ولا الكلام ده حقيقي بالفعل؟ بتقولي اوهام ولا هتعملها؟ أيوة طبعا بالفعل. يا فندم احنا اسعدنا تواجدك معنا، انا اكتر يا دكتور، وبنتمنى لحضرتك حسم المعركه الانتخابيه لصالحك، وتكوني امراه موجوده على مقعد النقابه كنقيب لشباب حلوان ان شاء الله. واسعدنا وجودك وشكرا لحضرتك. شكرا يا دكتور. واعزائي المشاهدين بنشكركم على حسن الاستماع، وبشكر زميلتي العزيزه الاستاذه ناديه. ميرسي يا دكتور عمرو، ميرسي لحضرتك يا استاذه، نورتينا وشرفتينا. شكرا. وشكرا للساده المشاهدين، ويا رب اكون النهارده ضيفه خفيفه عليكم في برنامج الحياه والقانون مع زميلي الاستاذ عمرو. شكرا لكم اعزائي المشاهدين، وانتظروني في حلقه اخرى يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله في نفس الميعاد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.